بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله милости Аллаха завершается благодеяние. Сегодня мы уже в 15-м дне месяца Рамазан. Уже Рамазан пошел на убывание, больше половины прошло. Так, страница 282, сура 17, сура Исра. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم إياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا.
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدها قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يذهبكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم فما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعدي لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من ذل الله أكبر كبيرا Продолжайте. Здесь сделали мы саджда тилава, может кто-то не понял. В Коране в 14-15 местах встречаются такие места, где Аллах сообщает о том, что, например, Ему поклоняются все, кто на небесах и на земле, или в приказной форме говорит «Вас джуду лилля, делайте земной поклон». Если мы такой аят встретили, они обозначаются специальным знаком. Вот обратите внимание, здесь справа на красной строке написано «саджда» по-арабски. Есть такой значок, типа как «джайнамаз», да? И вот этот аят, в котором идет речь о поклонении, подчеркнут сверху. Вот, например, Аллах говорит «вабильхак анзальнаху бильхак и назаль» с истиной. Мы его не спаслали, то есть Куран Керим. وبالحق نزل سيستناي он не спаслался пришел с истиной وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا о пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم мы отправили тебя лишь чтобы ты был посланником чтобы ты радовал людей и увещевал предостерегал
وقرآنا فرقناه и قرآن мы разделили на суры, на джузы, на аяты. Для чего? لتقرأه على الناس, чтобы ты читал его людям, على мукс, не спеша. Ну, немножко мы сегодня нарушили, спеша, спеша, быстро, быстро читаем. Пусть Аллах нас простит. Вообще-то Коран надо не спеша читать, с паузой, с расстановкой, чтобы люди анализировали, думали то, о чем Аллах тогда сообщает. وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا и не спаслали мы его тоже постепенно. Прежние книги Аллах не спаслал целым пачкой, ну, образно говоря, да, целую книгу отправлял. А Коран постепенно, постепенно, аят за аятом, сура за сурой в течение 20 с лишним лет. Чтобы люди его воспринимали лучше. Если человеку дать первое, второе, четвертое, пятое, сразу хоп, съест, будет не то. А если по чуть-чуть, первое, потом второе, потом каша, потом молоко, потом чай, будет лучше. Далее. «Куль амину бихи ауля тукмину» – скажи, хотите верьте в него, хотите не верьте. Это ваши проблемы. Ну, такая грубая фраза, конечно. То есть выбор за вами. Хотите верьте, хотите не верьте. Если поверите, благо для вас, если не поверите – вред для вас, Аллах от этого не холодно, не жарко, если мы верим, это ему ничем пользу не приносит, если мы не верим, это ему ничем не вредит. И говорит, «Инна ладина утуль ильма» – те, которые получили знания, «мин каблихи» – до него, до Корана, то есть иудеи, христиане, у которых есть книга, которые читали послания прежних посланников, «Иза ютла алейхим» – когда им читают аяты, наши. «Яхируна лиль адфкани суджада» – они падают в земной поклон. Истинные христиане, истинные иудеи, которые читают Писание, они понимают, что Коран – это не шутка, это не игрушка, это Божья речь. И сразу падают сажда. Сразу падают сажда. «Ваякулун» – и они говорят «Субхана Раббина» – наш Господь причист от всех недостатков. «Инкана ва'адуху Раббина ла маф'уля» – воистину обещание нашего Господа исполняется. Потому что в прежних книгах Аллах обещал, что придет Мухаммад, будет у него такие-такие-такие-то качества, будут его сахабы такими-такими-такими-то вещами обладать. И они это прекрасно знают, те, которые действительно ссылаются на первоисточник. Не так, что кто-то сказал, батюшка сказал, нет, а с первоисточника, если читают, они понимают, что это истина, и падают сажда, падают сажда. وَيَقُولُونَ и говорят «Субхан Раббина» – причист наш Господь от всех недостатков. «Инкана ва'адуху ля маф'уля» – его обещания обязательно исполняются. «Ваяхируна лиль атқан» – они падают ниц. «Ваябкун» – и плачут. «Ябкуна ваязидухум хушуа» – и это состояние увеличивает в них смиренность. Вот, поэтому раз они делают сажда, мы тем более должны делать, да, верующие люди, мусульмане, делаем сажда. Сделали сажда. И по этому поводу есть хадис, пророк, алейхиссалям, говорит, если человек услышит аят, где говорится о сажда и делает сажда, то шайтан его уходит в сторону и плачет. И говорит, Аллах мне приказал делать сажда, я отказался, мне за это огонь. Человек, Адам, сын Адама, услышал приказ о сажда, сделал сажда, ему за это рай. И вот так очень сильно горюет, говорит Расулуллах, саллиллаху алейхиссалям. И потом Всевышний сообщает «Кули дуу Аллаха ва идуу Рахман» – обращайтесь к Аллаху или к Милостивому. «Айямма тадуу фаляху ль-асмау ль-хусна» – как бы вы ни обращались, знайте, что у него есть прекрасные имена. У Аллаха очень много красивых имен, прекрасных имен, те, что мы знаем, те, что мы не знаем. И Он любит, когда мы к Ним обращаемся с Его именами. «Я Рахман», «Я Рахим», «Я Карим», «Я Ханан», «Я Маннан», «Я Дайян» и так далее. «Валя таджхаль бисолятика» – когда ты молишься, не кричи. «Валя тухафит биха» – и прям про себя вот так не читай. «Вабтахи байна далика сабиля» – ищи средний путь между этим. Не слишком громко и не слишком тихо. «Вакуль альхамду лиллях» – и говори «Альхамду лиллях». Почему «Альхамду лиллях»? «Аллади лам яттахид валяда» – потому что он не взял себе ребенка. Представьте себе, если бы у Аллаха был сын или дочерью. Вот сейчас было бы проблема. Кому поклоняться? То ли Аллаха, то ли его сыну. Кто главнее? Аллах или его сын? Вот такие всякие проблемы возникали. А Аллах, он один и един, хозяин один. И нам легко, аль-хамдулиллах, есть кому подчиняться. Нету раздвоения личности, нету каких-то раздвоения в убеждениях.
Мы знаем, что Аллах один и един, и этому мы ему очень за это ему благодарны. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ И нет у него сотоварищей во власти. Вот. У него нет сотоварищей во власти, то есть он един во власти своей, все ему подчиняется. Вот. В одном доме, если два хозяина, будет проблем. В одном организации два директора будет проблем. В одном теле, если две головы, будет проблем. А если один, един хозяин, один, един, значит, господин, то тогда проблем не будет. Правильно? Да. И нет у него помощника из-за его слабости. Вот. Например, сейчас тоже есть правители, всякие президенты, канцлеры, кто еще? Вот секретарь ЦК КПСС, потом кто еще есть? Короли, султан, еще кто-то, еще кто-то. Но у них обязательно есть вазир, есть премьер-министр, есть парламент, есть еще что. Потому что они не могут все исполнять. Сил не хватает, возможностей не хватает. Им нужны помощники. Слабые они. А Аллах Субхану Тааля не имеет ни вазира, ни секретаря, ни писаря. Он сам все решает. Сам все решает. У него слабости нету. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا И возвеличивай его возвеличением. То есть говори Аллах Акбару Кабира, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرًا وَأَصِيلًا Все, теперь вас слушаем. Пожалуйста, дорогой. Антатуритадха? Тайб, икра. У нас, значит, брат студент хочет раньше уйти. Пожалуйста, Тафада. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا جزاك الله خير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات آمين حفظك الله وزادنا وإياك علما نافعا следующий عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قبله قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم كلها كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله
الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Хорошо, достаточно, джазакаллах хайран. Хасан, пожалуйста. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аль-малу валь-банун. Зинатуль حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عمدوا حاذرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي عن أمر ربي здесь можно, то есть не нужно тянуть Рабби, просто коротко. Ан амри Робби. Ан амри Робби. Робби. Афататахизу. إنه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو بئس للظالمين بئس للظالمين
الظالمين بدلا. بدلا. Да, это лям не считается, потому что она принадлежит определенному артиклю «аль». А после «аль» здесь пришла буква «ло», соответственно, лям не считается. «Лил-во-лимина». «Во» удваивается. «Лиз-золимина бадала». Молодец, машаллах, баракаллах. Остановись чуть-чуть, отдохни. Следующий читает «Асуддин». بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في بحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا продолжаем или устали вы нет все уже все нам надо наперед идти потому что день это то есть месяц короткий не 30 29 дней чуть-чуть наперед Готовы? Или устали? Все, хватит. Ты готов? Хорошо. Читай, дорогой. Будешь читать или слушать будешь? Сирабдин, читай. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
فانطلق حتى إذا فانطلق فانطلق طلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكبرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم ثانية كرتك
قل سأتلو قل سأتلو عليكم من الذكرى. Молодец, машалла. Продолжаем. Страница 303, сура Аль-Кахф. Аят 84. Бисмиллахи рахмани рахим. Инна макканна лаху фил арди ва атайнаху мин кулли шайин сабаба фа атбаа сабаба. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Здесь остановимся. Садак Аллах Азим, Абаллахан Расулу Аль-Карим, Анахна Лагарук, Мина Шахиди. Всевышний Аллах сказал истину, довел эту истину до нас его благородным посланником, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи салям. Мы это услышали, являемся одними из свидетелей. О Аллах, Ты наш Господь, мы Твои рабы, сыновья Твоих рабов, сыновья Твоих рабы. Мы обращаемся к Тебе со всеми прекрасными именами, которыми Ты назвал себя. Некоторые из них Ты послал в своих писаниях, некоторые из них обучил своих творений, и часть из них оставил лишь знания, о них оставил лишь у себя. Обращаемся к Тебе со всеми прекрасными именами, о том, чтобы Ты дал нам благодать в Коране. О Аллах, сделай Коран для нас весенним дождем, для наших сердец, сиянием для наших душ, для наших светом для наших очей. О Аллах, сделай Коран нашим путеводителем в этой жизни, близким другом в могиле и заступником в судный день. О Аллах, помоги нам его читать ночью и днем в той форме, в которой Ты был бы доволен нами. О Аллах, дай нам глубокого понимания в религии и толкования понимания Корана. Помоги нам жить в соответствии с тем, с чем пришел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи салям, соблюдая при этом искренность. И защити нас от язычества, от безбожия, от многобожия, от лицемерия, от взаимной вражды и ненависти и от безнравственности. Аллахумма хабиб лина аль-иман ва зайинху фи кулубина ва каррих лина куфра валь фусук валь асьян ва джаална мина ар-рашидин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азаб ан-нар. Ва саллаллаху алейхи ва саллям. الحمد لله رب العالمين. جزاكم